يا دكتور محمد، عايز برضو اسالك فيما يخص ان هناك بعض الفيديوهات المفبركه. انا لسه كنت بتكلم عن هذا الامر اللي تم اترمت امبارح ما بعد نهايه المباراه، الحقيقه بغرض الوقيعه ما بين جمهور النادي الاهلي ووزاره الداخليه، ولكن الحمد لله وزاره الداخليه طبعا كالعاده الحقيقه تنبهت لهذا الامر وطلعت بيان، اتكلمت وبسرعه شديده جدا لفتت النظر الى ان هذه الفيديوهات هي فيديوهات مفبركه من سنه 2013. يعني بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، دي فعلا احنا اتفاجئنا بيها امبارح بعد الماتش. عارف بقى حضرتك، يعني بيبقى في ناس كده بتحب تستغل يعني الامور دي باستغلال سلبي او استغلال سيء. لما بتشوف ان الدنيا ماشيه كويس والدنيا ماشيه حلو والناس طالعه مبسوطه، الجمهور فرحان، الناس بتتعاون معانا، في انسجام وانصهار ما بين كل الجهات والفئات، فممكن يبقى في ناس ما بيعجبهاش ده وما تبقاش مبسوطه بده، فهتضطر ان هي تفبرك حاجات وتعمل شغل مش كويس وتعمل شغل ممكن يعمل فتن ويعمل مشاكل. لكن طبعا يعني اكيد في وعي كبير سواء عند الاجهزه الامنيه او عند الجمهور، وفي بيان طلع يمكن من وزاره الداخليه امبارح مظبوط الكلام ده، لانه يعني كان متركب وباين ان هو متركب. طبعا مش جمهور النادي الاهلي ابدا يعمل كده، بالعكس احنا كنا كلنا حاضرين في الملعب، حاضرين من بدري يعني قبل الفطار، و الحمد لله فطرنا كلنا مع بعض، وده كمان كان منظر جميل. يعني انت بتتكلم في تأمين ماتش بالشكل ده في رمضان، برضو صيام على كل الناس، ده حقيقه مجهود كبير من الجميع. وفطرنا كلنا جوه في الاستاد مع بعض، الناس كانت قمه في الالتزام قمه في الاحترام، جمهور النادي الاهلي ما عملش اي فات بهذا القبيل اطلاقا، كان تركيزه كله مع فرقته بيشجع فرقته وحققنا الهدف الحمد لله.